الدكتور مشي ومنار وشريف وقف يبص لبعض، وشريف ببص لها بمعنى هنعمل ايه. قطع الصمت ده والنظرات كلام منار اللي قالت: اسمعني يا شريف، انا وانت عايشين في بيت لوحدي، انت في دور وانا في دور، انا هاخدها معايا شقتي وانت زي ما انت في شقتك، مش هتأثر عليك في حاجة. ده بنتي غلبانة ومحتاجة حد يساعدها، ولما نقف معاها يمكن في يوم لما نحتاج المساعدة يلاقي اللي يقف معانا. كنت بفكر في كده يا منار. طب يلا علشان تقولي لها وتجهزيها، خليها تطلع النهاردة من المستشفى، وقعدها في المستشفى في خطورة على حياتها، وبالذات ان هي فائت. تمام، يلا هدخل لها، تعالى معايا علشان لو رفضت تقنعها. هز شريف راسه بمعنى حاضر. منار وشريف ولاد عم زي ما انتوا عارفين، وعندهم بيت شركة وارثينه عن اهلهم، واهلهم متوفيين مالهمش في الدنيا غير بعض. منار قاعدة في الدور التاني من البيت، وشريف قاعد في الدور الاول. دخلت منار ليا هي وشريف، وانا قاعدة بفكر في اللي حصل لي بعد كده، ولقيت منار بتقولي: اسمعيني يا سيلة كويس في اللي هقولهولك دلوقتي، المستشفى بتطلب مني ان انا اخليكي تطلعي برا الاوضة، لان انت فوقتي خلاص. انا كنت هتكفل بكل حاجة زي ما انا متكفلة بيها انا وشريف من 3 سنين، بس هما قعدوا رافضين وجودك لانك مش انت مريضة، وعلشان كده انا قررت ان هاخدك معايا البيت. قطعت كلامها وانا خايفة ان انا اتقل عليها اكتر من كده. هي وابن عمها اللي بقالهم 3 سنين بيدفعوا لي كل حاجة في مصاريف المستشفى، وعملوا لي عملية، وغير كده كمان عاوزين ياخدوني معاهم بيتهم. خفت اكون بتقل عليهم بزيادة، وقلت لها: لا شكرا، انا عايزة بس تخرجوني من هنا وانا هروح اي مكان. انا بصراحة تقلت عليكم جدا وانا عارفة ده، وبالذات مصاريف المستشفى اللي انتم متحملينها، بقالكم 3 سنين متحملين المصاريف. انا عارفة ان المستشفيات دي غالية جدا، لان والدي كان قاعد في مستشفى الله اعلم بيه، دلوقتي هو فيه. خرجوني من هنا وانا مش حابة اتقل عليكم، وبشكركم للمرة التانية على اللي انتوا عملتوه معايا، وان شاء الله ساعة ما ربنا يقدرني هحاول اساعدكم بأي حاجة علشان اردلكم جميلكم ده. سيلة بطلي هبل واسمعيني كويس، انت اختي ومش هسمح لحد يأذيكي. اسمعي اللي هقولك عليه يا سيلة، انت دلوقتي مش سيلة، سيلة ماتت من 3 سنين وانتهت صفحتها، لان لو حد عرف ان سيلة لسه عايشة هيرجع علشان ينفذ اللي كان عايز ينفذه زمان. اسمعيني كويس يا سيلة، انت من النهاردة اسمك ميرا الشافعي اختي، وهتعيشي معايا في بيتي بالصفة دي لحد ما نعرف نجيب لك حقك. وشريف ابن عمك، ومش عايزة اي حد يعرف موضوع ده سيلة خالص، ويلا مش عايزين نتكلم في المستشفى هنا لان اللودان كتير، نخرج ونتكلم. برافو عليك يا منار، ده اللي انا كنت عاوزة اقوله لها. قومي يلا يا سيلة، قصدي يا ميرا، ميار هساعدك تغيري هدومك، عمالة انزل الحسابات اصفي حساب الاوضه، وهاخدك ونروح على البيت، وهناك تحكي لنا باقي الحكايه. وفعلا رحت معاهم، واول ما روحت البيت معاهم حسيت ان انا تعبانه ومش قادره اقف وعايزه انام، وساعتها منار قالت لي ان انا ادخل انام وبكره نبقى نتكلم. وصحيت تاني يوم لقيت منار وقاعد معاها شريف قاعدين بيتكلموا مع بعض، رحت قعدت معاها، وساعتها شريف قال لي: كملي بقى يا سيلة، ايه اللي حصل بعد كده وصلك للي انت فيه ده؟ ساعة ما شريف قال لي كده بدأت احكي لهم، وانا بفتكر اللي حصل لي بعد ما الدادة مشي، بعد ما كنت بترجاها مش تسيبني، بس طبعا هايدي طردتها وخليتها تمشي بالعافية. هايدي بعد ما طردت الدادة راحت اوضتها وقفلت على نفسها وكلمت صقر وقالت له: ازيك يا صقر، انت عامل ايه؟ اسمعني كويس في اللي هقولهولك، انا دلوقتي مشيت الدادة دي من البيت بالعافية، ودلوقتي البيت بقى فاضي، مفيش غير بنت عمك وانا وانت. اول ما بنت عمك الليلة دي تخش تنام هدخل ارش عليها مخدر، هخليها تنام خالص، وبعدها تدخل عليها يا عريس علشان تجيب لنا ولي العهد. انت بتقولي ايه يا هايدي؟ افردي بقى يا حلوة كده. تاني يوم لما قامت ولقيتني عملت اللي عملته قامت بلغت الشرطة، ساعتها سمعتنا هتضيع، وساعتها هنفتح تحقيق وسين وجيم. ما تخافش ويبقى قلبك رهيف كده، هي مش هتطلع بره البيت ده غير لما تجيب الولد اللي احنا عايزينه، وبعد كده لو طلعت واتكلمت اصلا الكل هيقول هي جايه تتكلم دلوقتي، ايه اللي خلاها تتكلم؟
هتبقى جابت لنفسها الفضايح مش لينا، فعلشان كده جمد قلبك واعمل اللي بقولك عليه. لولا انت عارف انا هعمل ايه. ماشي يا هايدي، اللي انت شايفاه، انا هبقى في البيت على الساعة 9. تمام يا عريس، ما تتأخرش. وفعلا اجت الساعة 9 بالليل، وانا نايمة في الأوضة اللي في الأبو تحت، دخلت عليا مراته ورشت عليا مخدر، وانا ما حسيتش بيها لان طول النهار شغالة وبستنى العشاء تخلص واروح انام. وطبعا النهاردة هي كانت عايزاني انام، مش هتنادى علي علشان هي وجوزها يعملوا المهمة القذرة دي. وفعلا دخلت الأوضة بتاعتي وحطت على وشي المنوم، وهي خارجة قابلها صقر وقال لها فيه يا هايدي، رنيت عليا وقلت لي ساعة ما اخلص شغل واجي البيت اجيلك على الأوضة دي، في ايه؟ ايه يا عريس، نسيت مهمتك ولا ايه؟ وانا مش قلت لك يلا العروسة جاهزة جوه، ادخل خلص الليلة وخلص دخلتك بدري بدري علشان عايزين ولي العهد. يلا يا عريس ادخل. كانت بتتكلم هايدي بابتسامة كلها شر وخبث، اما هو رد عليها بخبث زيها وقال لها طب يلا روحي انت على اوضتك، خليني ادخل اشوف مهمتي، ده انا عريس برضه. وفعلا دخل الخسيس وتعدى على شرف بنت عمه علشان الفلوس. وساعتها لما صحيت من النوم الصبح لقيت نفسي متجردة من هدوم وهو نايم في ريحي بنفس المنظر، صرخت وقلت حرام عليك، انت ازاي تعمل فيا كده؟ ده انا بنت عمك عرضك وشرفك يا خسيس، ازاي تعمل فيا كده؟ صح على صراخي، ما كانش همه انهيار ولا انه ضيع شرفي وانه خد اغلى حاجه عندي. وقف ولبس بنطلونه وقال لي بكل هدوء وبرود، والله يا بنت عمي انا يمكن خسيس في نظر، بس للاسف ابوك هو اللي اضطرني اعمل كده لما راح كتب شويه املاك باسمي، وباقي الاملاك ليا بس ما استلمهمش غير لما يكون معايا ولد من صلبي، ومراتي حبيبتي مش عايزه تخلف. عايزاني اعمل ايه؟ اضيع حقي؟ انت تاخدي حقي وانا اضيع؟ لا انت تجيبي الوريث وبعدين ربنا يبقى يسهل هشوف هعمل معاك ايه. انت خسيس وواطي وانا هسجنك. سحبني من شعري وقومني وقال لي ساعتها اسمعي يا بنت، انت تهديد مش عاوز، على الله اسمعك بتقول الكلام ده تاني هقطع رقبتي، واخرج من هنا مش هتخرجي غير لما يجيلي الوريث، وبعدها انا اللي هدفنك بايدي، هخليكي تروحي عند والدتك، هي مش وحشتك؟ قسما عظم لو اتعوجتي لاكون انا اللي عدلك بايدي، فاهمه؟ سكت وانا خايفه، خايفه منه، ازاي تحول البني ادم كده لشطان؟ ازاي من ملاك لشطان في نفس اللحظه؟ ازاي هو كان كده وانا مش واخده بالي؟ هزيت راسي ليه بمعنى فهم. وعدت الايام على كل حال، بالنهار بخدم في الفيلا وبالليل يونس بيجنهش في لحم من غير ما شفقة ولا رحم، وما بهموش ان كنت فايقة ولا لا. ليالي كنت باخد انا حبوب علشان ما كنتش فايقة، وايام كنت ببقى فايقة وبصرخ بعلو صوتي وهو بيكتم في بقي وعمال ينهش في لحم زي الكلب، لحد ما في يوم عرفوا ان انا حامل. وبعد ما عرفوا والدكتورة قالت لهم ان ممنوع جوزي يقرب لي او انا اشتغل في البيت لان حمل صعب وانا لسه صغيرة، كان يونس ومراته قاعدين في الأوضة. وساعتها يونس قال لمراته اسمعي كويس يا هايدي، دلوقتي البنت بقت حامل، ودلوقتي احنا مستنيين الولد اللي هناخد بيه كل الورث، وما ينفعش طبعا ان احنا نسيبها تشتغل في البيت، سمع الدكتور. وكمان ما ينفعش ان في واحدة تيجي من بره هتكشفنا وممكن تروح تبلغ عننا، وساعتها انا وانتي هنتكلبش وهتبقى عارفة ان ده مش ابنك. قولي لي بقى يا ذكية، بعد الخطة اللي انتي رسمتيها هنعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجة، ايه اللي هيحصل يعني؟ انا هجيب واحدة تروق البيت مرة او اتنين في الاسبوع، والاكل هنجيبه من بره، وانا او انت هنودي الاكل للست زفتة دي، وبعدين لما تولد هنبقى نشوف لها حل، وبعدين مش هخليها تطلع من الاوضه اللي هي فيها طول فتره الحمل، ما تشغلش بالك انت وركز في شغلك. تمام ماشي، بس اسمعيني كويس، انت اللي هتبقي مسؤوله قدامي حاليا عنها، لو هي او البيبي جرالهم حاجه طول فتره الحمل انا مش هرحمك انت، مش بعد التعب اللي تعبته والمجهود اللي عملته ده كله يروح على الفاضي، فهمتي ولا فهمت؟
لا فاهمه يا صقر بيه، بس اسمعني كويس، البيبي ده هيتكتب باسمي انا، انا اللي هبقى ام، بس طبعا انت عارفني ماليش في التربيه ولا غيره، يعني من اول ما يتولد كده اج امه هي اللي هتربيه، بس قدام الناس هو ابني او تجيب له مربيه وقتها يفرجها. حاضر يا هايدي حاضر، بس تولد بس بالسلام وبعدين كل حاجه هتتحل. اما انا من ساعه ما سمعت بخبر الحمل ده وانا قاعده في الاوضه بتاعتي عماله اعيط، عماله دموعي تنزل، ما اعرفش ايه اللي بيحصل، انا حامل، طب ازاي هجيب ابني من غير جواز، ايه اللي بيحصل فيا ده، اتحول كل الحب اللي جوايا صقر لكره وانتقام. وساعتها اتكلمت بدموع وقلت انا مش عارف انا حملت فيك ليه، وايه ذنبي، مش عارفه احبك ولا اكرهك، بس مش قادره اكرهك لانك حته مني، حتى لو انت جاي غصب عني وجاي بطريقه حرام، بس ربنا عارف ان انا ما عملتش حاجه تغضبه، وان كله كان غصب عني مش برضاي، بس خوفي دلوقتي عايزه اهرب بيك بعيد عنه، انا هعمل ايه، هما هيعملوا فيك ايه، ويا ترى حكايتنا هتنتهي على ايه، انا خايفه عليك مش خايفه على نفسي، خايفة تلاقي أب زي صقر تطلع زيه، وبدل ما تكون خير جنود الأرض تكون شر، وبتوزع الشر في الدنيا والفساد زي أبوك، أنا بتمنى إن ربنا يحميك ويخليني أنا اللي ربيك محدش تاني. فوقتي من شرودي وأنا دموعي نازلة ومنار عمالة تعيط عليا وعلى اللي حصل، أما شريف فكان حزين، كانوا بنعمة الأخوات ليا بجد، حسيت بالدفء وسطه. وساعتها شريف قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حول الله يا رب يا حول الله يا رب، هي الدنيا جرى فيها إيه يا ولاد، الدم بقى مية خلاص، في ابن عم يعمل كده في بنت عمه، الطفلة اللي عمه مأمنه عليها يسرق شرفها وكمان يعمل فيها ده كله علشان مراته مش عايزة ألاقيه تخلف، يا حول الله يا رب. وانت إيه اللي حصل بعد كده، وابنك راح فيه، وإيه اللي حصل؟ كنت عمالة اعيط مش قادرة اخد نفس، مش قادرة اتكلم، وقلت وانا نفسي بينقطع اسفة يا دكتور شريف، ما كنتش قادرة اتكلم، حاسة اني مخنوقة وتعبان، معلش ممكن بس تتحبني هكمل لكم بكرة، بس بصراحة النهاردة خلاص جبت اخري. خلاص يا حبيبتي ادخلي انت ارتاحي، وعندك جوه في الدولاب بيجامات انا حطهالك، خدي واحدة وخدي دش وبعدين نامي وارتاحي، وبعدين بيكملي وقت ما تحسي ان انت حابه تكملي. وفعلا دخلت وانا بشكرهم جوايا ليهم مليون شكر على ان هم معايا وفي ظهري، كانت منار لسه منهاره على حالي، وشريف بصلها بحزن وقال لها منار اهدي يا حبيبتي اهدي، وما تعمليش في نفسك كده، اهدي علشان خاطر حتى البنت، علشان هي تكون قويه لما تشوفك انت هي اللي مالكيش علاقه باي حاجه منهاره كده، هي تعمل ايه، لازم نبقى اقوياء ونحاول نساعدها علشان نجيب لها حقها من اي حد. صعبان عليا قوي يا شريف، مش شايف هي كانت عامله ازاي وهي بتحكي، البنت دي عاشت مأساة حقيقيه، عاشت ظلم، انا مش عارف، احنا لازم نساعدها، لازم نجيب لها حقها، بس بصراحه برضو خايفه عليك من ابن عمها ده، لانه ما رحمش اللي من دمه، هيعمل معانا احنا ايه الغرب. لا يا منار ما تخافيش، لان ابويا وابوك الله يرحمهم علمونا ان احنا ما نخافش من الغلط، علمونا ان احنا نقف في وشه مهما كانت قوته وجبروته، عارفه ليه، لان الساكت عن الحق شيطان اخرس، وابوك وابونا علمونا حاجه غير كده، علشان كده لازم تبقى قويه وتقوي البنت علشان نعرف ناخد حقها بذكاء ومن غير ما حد فينا يتاذى. يلا يا حبيبتي امسحي دموعي وقومي صلي ركعتين ونحمد ربنا ان البنت دي عايشه بعد ده كله، بعد كل اللي حصل لها، وكمان هي لازم تكمل لنا حكايتها علشان نعرف كل حاجه، وبعدين نقعد ونخط ونشوف هناخد حقها ازاي. عندك حق، بس على فكره عايزه اقول لك على حاجه، شكرا ليك، انا كنت بمسك فيك واقول لك انك مالكش لازمه في حياتي، بس لا طلعت فعلا حد بيحمي وحد اقدر اعتمد عليه بالنسبه لناس تانية كتير، بجد شكرا ان انت فضلت في حياتي بعد ما العيله كلها مشي، شكرا ان انت ما استسلمتش ليا وما سمعتش كلامي وقررت تبيع البيت
وأصريت إنك تفضل في ظهري. شكرا ليه. بطلي هبة، شكر إيه والكلام فارغ إيه؟ وبعدين هو أنا هسمح لك أصلا تسيبيني؟ أنت بنت عم، وأنت اللي رسالي في الدنيا دي من عيلتي كلها. وبعدين اغسلي وشك يلا قومي، واعملي لنا لقمة حلوة كده من إيديك الحلوة دي، علشان حتى لما البنت الغلبانة اللي جوه دي تقوم تاكل لها لقمة، ده من امبارح ما كلتش، واللقمة اللي كلتها امبارح ما تأكلش حتى عصفور، وعلشان تقدر تكمل لنا باقي الحكاية، ونشوف هنعمل إيه في القصة دي. ولحد هنا يا أحلى متابعين في الدنيا دي كلها، تكون انتهت حلقات. تفتكروا معايا شريف ومنار هيقدروا يساعدوا سيرة في إيه؟ ويا ترى هتقدر تخفي هويتها عن ابن عمها وتنتقم ولا لأ؟ طب تفتكروا البيبي اللي كانت حامل فيه إيه اللي حصل لها؟ ويا ترى إيه اللي شوه وشها؟ وإيه اللي لسه مستخبي؟ ويا ترى ابن عمها الصقر ده ربنا هينتقم منه ولا في حاجات لسه مستخبية؟ إحنا مش عارفينها. مستنية رأيكم في التعليقات، وأتمنى إن الحلقة تكون عجبتكم، وإذا عجبتكم لا تنسوني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس.